انا هاخد واحد. صباح الخير على متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان. معكم النهارده من داخل محافظه سوهاج، مباراه الاهلي والترجي النهارده، وعم عبد الحميد صاحب اشهر محل طيور في محافظه سوهاج النهارده عامل مفاجاه غير متوقعه للي هيتوقع نتيجه المباراه. صح، اللي هيتوقع هيكسب ديك رومي زي ما حضراتكم شايفين معانا، وعلم الاهلي مرفرف وراء. تعالوا نعرف الحكايه. ان شاء الله 2-0. ايه الاخبار يا عبد الحميد؟ الله يخليك. عرفنا بحضرتك عبد الحميد محافظ صاحب معانا على مطور بسوهاج. اهلا وسهلا. ايه اخبار العالم واخبار الديك الرومي؟ احنا عاملين مسابقه النهارده للنادي الاهلي باذن الله، ان شاء الله يفوز النهارده. ان شاء الله باذن الله 2-0 للنادي الاهلي، واللي هيكسب ياخد معانا ديك رومي. اتوقع نتيجه صحيحه، ديك رومي محل على مطيور ان شاء الله. هات العمده عندك. بس في 5 هدايا النهارده لخمس فائزين، مش بس ديك رومي. اتكلم انت. اول شخص هيكسب الديك الرومي ده، اول شخص اتوقع صحيح ان شاء الله معانا ديك الرومي باذن الله. تمام، وفي 4 تانيين فائزين. في 4 تاني، كل واحد ياخد ارنب بلدي. ارنب على مطيور. ارنب بلدي حاجه ما شاء الله. الديك ده يطلع كام كيلو النهارده؟ 5 كيلو، 5 كيلو ونص. بالصلاه على النبي، بلد على ابوه ما شاء الله. طب الكيلو اصلا عامل كام النهارده من الديك الرومي؟ 195 195 يعني من له حزمة 1200 1100. ده لو واحد دخل بيه كده على امه ولا حماته هتديله، هتدخل الجنة على طول. طب دي مش أول مرة حضرتك تعمل مسابقة طبعا. على طول أضم أي مباراة فيها طرف في النادي الأهلي لها مسابقات. وش معنى النادي الأهلي؟ عشان إحنا من عشاق النادي الأهلي. دي عنصرية كده يعني. لكن لو النادي الزمالك مش بيكون. لا بنعمل طبعا بالزمالك، بس بنبقى في النهائيات برضه. النهائيات هيكون طرف النادي الأهلي. يعني هو النادي الاهلي الشرط التوافر للاثنين. شايفين حضرتك برضه هو حاطط علم النادي الاهلي. طلع النبي ان شاء الله النهارده ليله حمراء ان شاء الله. ايه طب ايه الشروط؟ يعني اللي يكسب لازم يكون ليه شروط ولا عشوائي ولا ايه؟ الشروط مش عاديه يعني، تصلي حضره النبي، تصلي على النبي، تعمل سر الاصدقاء، تحط باب الفرحه. بس تدخل تدخل اصدقاء في الفرحه في المسابقه وكده يعني، اكثر ولا اقل. ان شاء الله ينفع تسيبوا لنا كده نشوفه على راسه. بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. الصلاه والسلام. ديك رومي. عامل زي النسر بتاع الاهلي ده اهو. النسر بتاع الاهلي. النسر بتاع الاهلي. كل مره حضرتك يعني كان بتحدد هديه واحده، بس ايه اللي حصل وغيرته وبيتكسب 5 اشخاص؟ والله النهارده نهائي كبير طبعا، وكله متحمس ليه. كله متحمس للنهائي النهارده بالذات، فقلنا خلي المسابقه كبيره بحيث كله يلقى بمناسبه المباراه الكبيره اللي جينا النهارده. المباراه الاهلي والترجي دي مباراه مش سهله، مباراه صعبه قوي يعني ان شاء الله. كان في مباراه من اسبوع تقريبا من 10 ايام. الاياب والذهاب والاياب برضه نفس المباراه هي هي، بس كانت عادل 0-0. كان عندنا مسابقه بكر وز. مفيش حد توقع صح ولا ايه؟ لا توقع كان غلط كله. كله غلط؟ تمام. طب كانت المسابقه على ايه ساعتها؟ اللي وز وحمام. وز وحمام. النهارده على ديك رومي وارانب. النهارده عشان قرب النهائي. ما شاء الله. صلاه على النبي. وطبعا مختارين ديك الرومي بالتحديد عشان خاطر النسر زي ما حضرتك ذكرت. نهارده ديك رومي. تمام. ديك رومي مسابقه ان شاء الله. التوقع هيكون فين يا استاذ عبد الحميد؟ على صفحه علامه الطيور بسوهاج. عايزين حضرتك تحط لنا اللينك كده. حط اللينك على الصفحه. عايزين طب برضه نشوف الارانب النهارده زي ما شفنا كده. الديك الرومي. انا بقى سعادتي في حاجه ما شاء الله بلدها على ابوها. ما ينفعش تحطه لنا كده على الارض نشوفه. صلاه على النبي. بتاع الاهلي اهو ابو عمار. الله ينور يا باشا. بتاع الاهلي اهو. المره الجايه عايزين عجول يا ابو سهل. لو اشتغلت في اللحمه ابيع عجول. اكبر حاجه واغلى حاجه. صلاة على حضرة النبي. الكيلو النهارده من الديك الرومي ب 190 او 195. يا حضرتك هتتوقع النهارده ولا ايه؟ ان شاء الله اتوقع النهارده ان شاء الله الاهلي يكسب. يكسب كام طيب؟ ان شاء الله يكسب 2-0. 2-0؟ ان شاء الله. ان شاء الله. بص يا استاذ عبد الحميد، يعني في حالة ان العم ده ما توقعش معاك على الصفحه بس توقع معانا على البث، فلو الاهلي كسب 2-0 اديك رومي حلال عليه. لا ما بغلاش عليكم والله. الله يخليك يا رب. شرفتنا يا عمو. طيب عايزين نشوف الارانب يا استاذ عبد الحميد. ارانب النهارده الكيلو منها عامل كام؟ ارانب النهارده الكيلو ب 120. ب 120. بتضحي يا استاذ عبد الحميد؟ بتضحي يعني؟ ان شاء الله بنضحي النهارده. ارانب علينا الملوخيه عليها. الملوخيه؟ ارانب عليا وملوخيه عليها. المره اللي فاتت كان الحمام. الحمام. حمام 100 100. ما شاء الله.
زي ما شفنا مع حضراتكم النهارده. السلام على النبي. تعال تفضل. ايه زي ما شفنا مع حضراتكم النهارده من داخل محافظه سوهاج اللي هيتوقع نتيجه المباراه هيكسب ديك رومي. الاختيار عشوائي يا استاذ عبد الحميد. الاختيار عشوائي. الاختيار عشوائي النهارده لخمس اشخاص. اول شخص هيكسب ديك رومي حضراتكم شايفينه معانا. الاربع اشخاص الباقيين هيكسبوا ارنب بلدي. النهارده كيلو الديك الرومي عامل 190 او 195، اما الارانب عامله 120. صلى على النبي يكسب عليه الصلاه والسلام. توقعوا لصفحه عالم الطيور الخاصه بالمحل النهارده هيصور شوفنا نتيجه المباراه. اخر موعد للتوقع امتى يا استاذ عبد الحميد؟ المباراه باذن الله او من اول نهايه المباراه نكتب التعليقات ان شاء الله. بنشكركم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر من داخل محافظة سوهاج ومباراة أخرى بإذن الله.